اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. الحقيقه النهارده هنتكلم عن عمليات السمنه بعد ما تفشل كل المساعي للخسسان وكل انواع وانظمه الرجيم، يعني ما بتجيبش معاكي او معاك نتيجه، وبعد ما ممكن تهاجمك امراض كتير بسبب السمنه، والدكاتره دايما ينصحوك او ينصحوكي بانك لازم تخسي، وانت مش عارفه تخسي يبقى كل الطرق اتقفلت والعدو من خلفنا والبحر من امامنا، ملهاش حل غير اننا ندخل ونشوف ايه العمليه المناسبه اللي تناسب يعني جسمك وصحتك علشان تقدري تعمليها. بيشرفنا النهارده دكتور هيكل محمود، استشاري جراحات السمنه والمناظير. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا دعاء، ازيك حضرتك؟ حضرتك بتقول انه كل يعني انسان شخص يعني مش اي حد يعمل اي عملية، يعني أكيد. كل واحد هيجي لك هيبقى له عملية مختلفة عن التاني خالص. ده حقيقي. بص اقول لك على حاجة، هو الهم من العملية نفسها ان الانسان دوت يعني يتم اختيار العملية المناسبة ليه، اصل هو داخل يعمل عملية سمنة عشان هو مش كل يوم هيعمل عملية سمنة. هو نفسه يعمل العملية فأقل وقت يوصل للوزن المثالي بتاعه وطول العمر، ونفسه يحتفظ بالشكل ده طول العمر. مفيش حد نفسه ان هو يعمل عملية سمنة وبعد فترة يحصل له مشكلة تاني. تمام. ده ببساطة جدا، هو كل حد بيختلف عن التاني، كل جسم مختلف عن التاني. في شخص او اشخاص، مجموعة من اشخاص احنا بنسميه هو البالكي ايتر، دي اللي الناس اللي بتحب تاكل جانك فود كتير جدا. البالكي ايترز، إيتر. الناس اللي بتحب ياكل اكل بكميات كبيره، الناس تاكل بالليل متاخر، الناس اللي عندها شهيه للاكل طول الوقت، بيحب يخرج دايما ياكل اكل بره في الشارع، الناس دي بنسموهم بالكي ايتر. معظم اكلهم بيبقى نشويات او كربوهيدرات. الناس دي انسب حاجه ليهم ان احنا بنعمل لهم عمليه تكميم المعده، زي ما قلنا قبل كده ان اللي في هي حاجه سليف جاستريكتومي. وفي الجديد من هذا الوقت اللي احنا بنعمل للناس بقى اللي عندهم شهيه مفرطه، لان في ناس فعلا بيبقى عندهم شهيه مفرطه للاكل، فدول بنعمل لهم التكميم المعدل، اللي احنا بنحط لهم حلقه بعد التكميم عشان هيهات بقى، يعني حاول لو راجل كل على راي ما بيقول. ف يعني بعد السليف بنحط الحلقه في التكميم المعدل الجديد، لان في بعض الناس بييجوا يقولوا يا دكتور انا فعلا انا مش قادر ابطل اكل، فدول احنا بنتوقع ده قبل العمليه. ده في اختيار العمليه. فأنا بتوقع أن في المستقبل الشخص ده يعني خايف برضو أن مخه يوزه، فأنا بحط له الحلقة في التكميم المعدل عشان حتى لو حاول، زي ما اتفقنا قبل كده أن هي بتمنعه أنه يقدر يأكل أكتر، يعني شبع مش هيقدر يأكل ولا لقمة بعد كده، حتى لو حاول الحلقة بتضغط على الأعصاب في المعدة فما بيقدرش يأكل. طيب، لكن الناس السويت ايتر زي ما بنسميهم، او الناس المحبه للسكريات بشكل عام، يعني اللي طول النهار رايح ياكل سكريات، بسبوسه، حلويات، ايس كريم، الشوكليتس اللي هي مشكله الناس كلها والناس بتحبها، فده لو عملت له السليف او التكميم انا كده ظلمته. معقولة؟ لان ده لازم يعمل عمليه تحويل المسار، واللي اتفقنا ان هي من اهم عمليات السمنه. لان الباي باس او تحويل المسار ما بنبقاش قلقانين مع اكل السكريات فيها، لان اوريدي مش هيستفاد بالسكريات لان مش هيتم امتصاصها. فاذا احنا فرقنا ما بين الناس دول، يعني يقدر ياكلها، يقدر ياكل سكريات بس وما تبوظش العمليه، ما هو مش هيقدر ياكل اكتر من اللازم، لان زي ما اتفقنا قبل كده في حاجه اسمها متلازمه الفراغ السريع او الدامبنج سندروم، لو اكل سكريات اكتر من اللازم هيغمى عليه او هيعرق او مش هيكررها تاني. فهو ليه كمية معينة هياكلها بس هيبقى مبسوط، والجسم مش هيمتصها فمش هيستفاد بيه. ما ينفعش واحد جاي لي عنده سكر وضغط وقلب وي 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 فاروح اعمل له تكميم. التكميم حلوة ونتائجها ممتازة، بس ده اولى يعني عشان اعالج له السكر ويشفى تماما من السكر، نعمل تحويل المسار. لان بالظبط تحويل المسار بتاثيرها على السكر بنقول 99% بس فعلا. بس دي متعبة قوي يا دكتور. ايه دي اللي متعبة؟ بيقولوا تحويل المسار دي متعبة اطلاقا، وانه بيفضل عايش طول عمره. ده مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ عند كل الناس، لان عملية تكميم المعدة وقتها 30 دقيقة، تحويل المسار وقتها 40 دقيقة، الاثنين كعمليات بالنسبة لي انا كدكتور واحد. ايه ده؟ نص ساعة؟ طبعا تكميم المعدة دلوقتي بنعملها ممكن في 20 دقيقة يعني. لا انا متخيلة انه يقعد 4-5 ساعات بقى. لا خالص، هي احنا دلوقتي بتكميم 20 دقيقة، الا اذا كان الشخص بقى يعني اوفر ويت 150-160 فبنواجه صعوبة كبيرة مع الدهون اللي موجودة، فممكن ياخد 40 دقيقة، ساعة الا ربع بالكتير قوي. تحويل المسار مهما كانت صعوبة الحالة اخرها ساعة برضو 60 دقيقة. فهي العملية كده أو كده مش هتفرق بالنسبة لي كجراح، لكن بالنسبة له هو هتفرق طول عمره. فاختيار العملية مهم جدا 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 للشخص، لأن هي اللي هتقدم النجاح بعد العملية. تمام. الناس بتبقى قلقانة بعد العملية إن يبقى هيحصل مضاعفات أو آلام رهيبة أو كذا.
بصي، عشان كده احنا عملنا جروبات وعملنا صفحات الفيسبوك، عملنا لان الناس دلوقتي بدات قبل ما بتكلم الدكتور او تلجا له طبعاً بتخش طبعاً. انا عندي كل حاله تقريبا بتيجي تجي لي العياده بتكون سالس كل العينين اللي عملوا عندها قبل كده. ده شيء كويس وجميل لان هي بتحس بالاطمئنان. العمليه زي ما حضرتك عارفه احنا بنعمل عمليه بالمنظار، واتكلمنا دلوقتي ان هي في 20 دقيقه نص ساعه. فالعمليه ما فيهاش الم اطلاقا بعد العمليه، يعني احنا بعد العمليه يعني مش فتح بطن، لا مش فتح بطن خالص، يعني العمليه بالمنظار الجراح بنخش بفتحات ثلاث الاربع فتحات. دلوقتي بنعمل كمان الميني اللي هي بتبقى بثلاث فتحات بس، وكلهم خربيش صغيره في البطن وما فيش غرز وما بيبانوش خالص اطلاقا. فهي العمليه ما فيهاش الم، ما فيهاش فتح بطن، فالانسان هيحس بالم لما يجي يقوم ويتحرك اطلاقا. انا بقوم العيان يمشي من بعد ساعه من العمليه يشرب على اخر اليوم، ثاني يوم الصبح يلا على بيتكم على طول. فالعمليه بسيطه فعلا. في عندنا جهاز بنسميه البي سي اي، او الجهاز اللي بيركبه في كانيولا بسيطه جدا في الايد. ده بيدي جرعات مسكن طول ما العيان لما يبدا يحس بالم اوتوماتيك الجهاز بيدي له الجرعه بتاعته، فما بيكونش في الم خالص بعد العمليه ويقدر يحتفظ بيه في البيت يوم ولا اتنين. اكتر طيب. يعني المضاعفات بقى اللي هي بتاعه الاكل، انه مثلا هل موضوع الترجيع، موضوع يعني احكي لي كده. التكميم او التحويل مفيش مره واحده ترجيع بعد العمليه، يعني مفيش ضيق. احنا مصغرين المعده بس المعده بقطر واحد وتسمح بمرور الاكل والشرب بشكل طبيعي جدا، فمفيش ترجيع اطلاقا بعد العمليه وما بيجيليش اي شكوى من الترجيع خالص. كان زمان في العمليات القديمه زي التدبيس والحاجات اللي اتلغت وبنعدلها دلوقتي لتحويل المسار، هي اللي كانت بيبقى فيها مشاكل الترجيع طول الوقت. لكن بالنسبه للتكميم او التحويل او ساسي حتى التقسيم الثنائي ولا واحده في دول فيها ترجيع، وده مش كومبليكيشن وارد عندنا خالص. اذا حد عمل العمليه وعنده ترجيع يبقى في مشكله في العمليه. طب خلينا نشوف شويه صور كده من الصور المشجعه من الجروبات بتاعتكم كده يعني عشان تبقوا تسالوهم برده قبل ما يعني ما تروحوا للدكتور. عندنا صور لناس كانوا احجام كبيره وخسوا. دي حاله عندنا تحويل مسار ما شاء الله نزلت من 125 كيلو ل 65 وفي وقت قليل جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان التحويل ده كان في حوالي 4 شهور تقريبا، من 125 ل 65 بالظبط. هي بني ادمه تاني خالص حاليا كرشاقه، يعني حتى الثقه في النفس، حتى الابتسامه. عين السمنه بيبقى جالي العياده هو يعني عنده مشكله نفسيه اكتر منها جسمانيه، لان السمنه مأثره على كل حاجه فيه، نفسها تلبس، نفسها تخرج، نفسها الناس تعلق عليها تعليقات كويسه. لا كمان السن بيكبر اكيد، خصوصا معظم الحالات هتلاقي سنها صغير جدا. عشان كده احنا بننزل بسن السمنه، يعني حتى بعد البلوغ بنبدا نعمل السمنه اذا كانت خطره بالنسبه للسن. طيب الصوره اللي بعدها دي حاله ثانيه من المغرب، كانت عامله التقسيم الثنائي، نزلت ما شاء الله من 137 ل 7 بقت مانيكان بالظبط، يعني من 137 لكام؟ ل 57 57 ما شاء الله. انت شايفه في الصوره ازاي دي، يعني انا عايز حضرتك تبصي هي شكلها كان عامل ازاي قبل العمليه. كانت عامله زي ما يكون السن طبعًا يعني طبعًا. دي واحده قديها 40 45 سنه، في الحقيقه هي سنها 30 سنه. فيبان في الصوره اللي بعد العمليه ما شاء الله عليها، وازاي لو بصيت للوقفه هي دي اللي بتكلم عليه. الثقه في النفس بعد الوصول للمثالي مختلفة تماما طبعا. يعني الصورة اللي بعدها دي عيانة من روسيا. روسيا جاية تعمل هنا؟ جت عملت عندي الحقيقة، هي كانت عاملة عندهم عملية، عملت كذا عملية عندهم الحقيقة، ركبت بالون في روسيا، عملت بالون وفشلت، عملت شفط دهون وفشلت. عملنا لها عملية تكميم معدة. على فكرة السياحة العلاجية احنا مهمة ممكن جداً يعني مهم لازم نهتم بيها. عندنا جمهور كبير جدا من السعوديه ومن الكويت ومن الامارات عايز اقول لحضرتك روسيا دي جديده. يعني ليه انا عندي حالات يعني عامله من سويسرا، عندي حاله عامله من بلجيكا. من سويسرا وبلجيكا؟ هو انا يعني بطبيعه الحال انا بشتغل في بلجيكا، بشتغل في النمسا حوالي 3 شهور في السنه. فهم فليا علاقات هناك وفي بيشتغلوا. لا بيجوا مصر وبيتمرنوا في مصر. في بعض الناس بيبقى التامين الصحي هناك مش يعني مش سامح لهم بالعمليه فبيجوا هنا. طبعا ارخص. وده شيء مهم جدا، وبيجوا وتفسحوا ويعملوا العمليه وبيرجعوا زي الفل، وما شاء الله عليهم نتائجهم كلهم زي ما حضرتك شايفه يعني. طب كويس، عشان بس الناس اللي ماشيه تقول هنا والاهمال وبنحاول احنا نوفر لهم كل سبل الراحه ان هم يجوا، نحجز لهم يجوا على المستشفى على طول يعملوا العمليه، بنسهل لهم. في عندنا في الفريق ناس لو هم حابين حجز فنادق اي حاجه من الحاجات دي فمسهل لهم. دي واحده برضو يعني دي طبعا من الجمال بتوعي او الحالات الجميله بتاعتي ما شاء الله، يعني شايفه الفرق، شايفه جمالها باين ازاي، هي جميله اصلا. فعشان كده يعني بعد طبعا العملية احنا مغلوشين على الصور علشان هم معلش برضو بناء على طلبهم. الفرق الكبير جدا واضح كم يعني كيلو من 95 او 99 وصلت ل 52 كيلو. هي طول هي قصيره اصلا فده الوزن المثالي بتاعها طبعا. ما شاء الله عليها يعني باين جدا الفرق يعني.
طيب قولي بعد العمليات دي اللي كانوا جايين لك بأمراض زي السكر وزي الضغط والقلب وكده، وبعد العمليات كانوا قبل ايه وبعد ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. هو في مقوله يعني زي ما بيقولوا خدعوك فقالوا، ان الناس اللي عندها امراض القلب ومشاكل في الشرايين والقلب المفتوح والسكر، مضاعفات سمنه المتعارف عليها اللي احنا بنقولها دايما، ان الناس دي ما تنفعش تعمل العمليات، في خطر على صحتهم وحياتهم. ايوه هو العكس تماما، الحقيقه هي العكس تماما. هم الناس دول اولى ناس، احنا بنشجع ان احنا نعمل عمليات عشان الناس شكلها يبقى كويس وتعرف تلبس وتعيش حياه صحيه وكل حاجه، بس هم الناس دول اولى الناس ان هم يعملوا العمليات. في دراسه اتعملت، كانت دراسه كنديه اتعملت، وجدوا ان 88% من الناس اللي داخلين عندهم مشاكل في القلب وداخلين يعملوا قساطر عشان يركبوا دعامات يفتحوا بها شرايين القلب، 88% منهم بيعانوا من سمنه مفرطه. في حين ال 22% منهم ما عندهمش سمنه بس عندهم عوامل مساعده زي التدخين مثلا. فحضرتك لو عندك 100 عيان عندهم امراض القلب، ف 88 واحد فيهم عنده داخل يعمل الدعامه دي او داخل يعالج المشكله دي بسبب السمنه اللي عنده، بسبب السمنه المفرطه. فالناس دي احنا لما بنمنع لهم العمليات قبل ما يخشوا في المضاعفات دي ان شاء الله عليهم. يعني احنا المشكله بتاعت القلب دي بتروح خالص؟ بتروح طبعا. انت عندك مشاكل الكوليسترول بتتحل، ضغط الدم بيتظبط، لو في عندنا مشاكل جلطه او تصلب في الشرايين هيحصل، كل ده بينتهي لما يوصل، لان خلايا الدم كلها هي السبب في كل ده وهو بتنتهي بعد العمليه. طيب الحمل بقى والولاده وكده، سؤال مهم جدا جدا. هل تعمل حاجة؟ يعني لو بنوته وعملت قبل الحمل والولاده هل ممكن بتتخن وكده ولا؟ على حاجه ده سؤال مهم جدا، لان هو بيشغل بال كتير جدا من الستات بشكل خاص. يعني احنا عندنا مشكلة طبعا موجودة عند ستات كتير من الستات اللي بيعانوا من السمنة في الحمل. يعني احنا بنقول دايما الدراسات قالت ان لو واحدة عندها كتلة الجسم سليمة زي من 25-30 كتلة الجسم نحسبها على قد السمنة، فلو هي وزنها مثالي فبيبقى عندها فرصة ان هي يحصل عندها حمل في اول 3 شهور. يعني عشان تبدا تفكر انها تحمل في خلال 3 شهور بيحصل الحمل. لكن في الناس اللي عندهم سمنه ومعدل كتله الجسم عندهم اعلى من 30 دول بياخدوا 8 شهور. اذا في 6 شهور او 5 شهور زياده عشان تحاول، ده لو حصل وحملت. طيب طبعا ما كانش اكتر. ايه تاثير الموضوع؟ هو التاثير عكسي، اللي عنده سمنه صعب جدا يحصل عنده حمل، لان عمليه الاباضه بنقول او التبويض عندها بتبقى عندها مشكله كبيره جدا، بتصاب بمشاكل الاكياس اللي بتبقى موجوده على المبيض، هرموناتها بتبقى مش مظبوطه، فده بيأثر على حدوث الحمل بالنسبه لها. طيب خلصنا من الام، هي المشكله خلصت لغايه هنا؟ لا ما خلصتش لغايه هنا، لان في مشكله اكبر على الجنين نفسه، لان الام اللي عندها سمنه مفرطه معرضة أكتر بثلاث مرات من الأم العادية إن يحصل عندها أثناء الحمل مرض السكري، أو إن يحصل عندها ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل. طب عدت من ده كله، ابنها اللي هيتولد معرض إنه يحصل عنده يجيله مرض السكر بعد الحمل نتيجة السمنة المفرطة اللي موجودة عندها، فهي مشكلة كبيرة جدا. بتلاقي ست جات للعيادة بعد ما فشلت أو بعد ما قعدت شهور تحاول مع دكتور النساء بتاعها في علاج او الحقن المجهري و و و والنهارده ما شاء الله بعد التوعيه اللي موجوده دكاتره النساء بقوا بيحاولوا لنا هم نفسهم الحالات، يقول لها الاول روح افقد الوزن وتعالي عشان اقدر اعمل لك حقن مجهري فيكون فرصه النجاح بتاعتك. وعندي ما شاء الله حالات كتير جدا هنبقى نعرضهم. يعني بعد انت بتقول لي انه فرصه الحقن المجهري ممكن تزيد لو حاسه اكتر طبعاً من لو طبعا هو عنده، هو بيحاول ان هو يعالج وقصاده جبل السمنه، عامل المضاعفات اللي قلنا عليها قبل كده، انه مقلل فرص حملها، انه عامل مشاكل في التبويض عندها اللي هو الموضوع الاساسي لحدوث الحمل، فانت بتعالجي وصاد الجبل بتصدي فيه. لكن الناس دول لما جولي وعملوا العمليات وما شاء الله يعني خسوا ووصلوا للوزن المثالي بشكل كبير جدا ما شاء الله، انت مش متخيله دول اكتر ناس انا بفرح بيهم. قد ايه لما تجيلك الام في المتابعه بعد سنه ومعاها بيبي، ده حاجه يعني تساوي الدنيا كلها. طبعا وعندي حالات الحمد لله كتير ربنا كرمنا ان احنا نساعدهم على كده. جميل. طيب هو في متابعه بعد العمليات السمنه يعني العمليات دي، ولا تنسى الدكتور وتروح وخلاص وما تروحوش تاني؟ هتنسى الدكتور، هتنسى العمليه. المتابعه بعد العمليه عليها 50% تماما من النتيجه اللي هتوصل لها. يعني ايه؟ يعني المتابعه عليها سببين، 50% من النتيجه ان ما حصلهاش مضاعفات، لان هي لازم دايما، انا دايما بعود المرضى بتوعي، يعني انا في ساعتين ثلاثه كده من حياتي قبل ما بنام بقعد اشوف الواتساب كله اللي بيجي لي من عينين، لان انا معودهم ان كل يوم في كومنت بيتبعت لي على الواتساب بصفحتهم، سواء النهارده دكتور انا كنت كويسه، النهارده عندي حاجه قلقاني، النهارده مش عارف ايه، لازم العين يتابع باستمرار عشان اعدي بيه اول 6 اسابيع اللي هم مهمين جدا، اللي بيحصل فيهم التئام المعده بعد العمليه بسلام، ما ياكلوش حاجه خطر،
ما يعملوش حاجه بره الفايل اللي انا مديهولهم، لان كل عين بياخد فايل فيه الحاجات المسموحه واللي مش مسموحه في اول 6 اسابيع. بعد ما بيعدوا فتره ال6 اسابيع خلاص بيبقى مسموح لها ان هي تاكل وتشرب كل حاجه، بس لازم تتابع معايا عشان اتاكد ان هي ماشيه على نظام غذائي سميم، اتاكد ان هي بتعمل الرياضه المطلوبه منها حتى لو المشي. كل ده بيساعدها ان هي جسمها يتشد بشكل كويس جدا بعد الخسسان، وان هي توصل لاحسن نتيجه محتاجاها او النتيجه المرجوه منها. طيب احنا عندنا سيده عملت تكميم المعده المعدل، دي خست من 150 يعني شايف الفرق طبعا 140 كيلو، وصلت 140 كيلو وصلت 65 كيلو. كان عندها شهيه كبيره جدا للاكل وكان عندها مشاكل كتير جدا. 140 بقت 65 كيلو، 75 كيلو عندها. هي دي عند في فيديو ليها هي يعني شرفتنا فيديو بتشرح فيه تجربتها عن السمنه وقد ايه كانت عامله لها مشاكل وربنا كرمها بعد العمليه. طب خلينا نشوفه ونرجع مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. انا هدى بشتغل فاشن ديزاينر. كنت بعاني من السمنه لمده 4 سنين، كانت سمنه مفرطه وزني كان 140 كيلو. طبعا ده كان مسبب لي مشاكل كبيره جدا صحيا وفي شغلي، ما كنتش بشوف شغلي بسهوله خالص. من الناحيه الصحيه تعبت جدا، ضربات قلب عاليه، ضغط مرتفع، رجلي نفسها تعبت، ما كنتش بقدر امشي عليها خالص ولا ابذل اي مجهود. فقدرا قابلت صديقه ليا خضعت لعمليه التكميم، فسالتها قالت لي ان عملتها عند دكتور هيكل محمود. طبعا انا رحت له، اهتم بيا جدا، سالني في كل حاجه من الناحيه الصحيه علشان يقدر يحدد ليا العمليه المناسبه، فاختار ليا عمليه التكميم المعدل. وفعلا في خلال اسبوع كنت واخده قرار العمليه. رحت المستشفى، اهتمام عالي فوق الوصف. فريق العمل بدكتور هيكل كان فريق ممتاز جدا. أدوات العملية اتفتحت كلها قدامي. كان اهتمام رائع لدرجة كبيرة. بعد العملية، والعملية ما أخدتش وقت كبير خالص، بعد العملية طبعا كنت متوقعة ألم شديدة وغير محتملة، لقيت الصورة مختلفة تماما. الألم محتملة فوق الوصف، وفي تخدير باستمرار، وفي مباشرة ومتابعة باستمرار. خرجت من العمليه بالظبط تاني يوم. طبعا اي حاجه كنت بشتكي منها او بعاني منها كنت فورا ما بتواصل مع دكتور هيكل، كان بيهتم جدا، وده اهم حاجه في الدكتور اللي تخضع معاه العمليه زي دي. لانه ما كانش مجرد دكتور عمل لي عمليه وخلاص انتهت علاقتي بيه لحد كده، لا، كان مجرد ما بتعب كان بيطلب ان هو يشوفني، يكشف عليا، يشوف انا تعبانه من ايه. من اول ما عملتها في اول رمضان لحد دلوقتي انا نازله بالظبط. انا كنت 140 كيلو، بقيت دلوقتي 75. طبعا ده اختلف معايا تماما، different way. حسيت باختلاف شديد جدا في حياتي كلها، بل هي حياه تانيه خالص. كنت اولا حركتي اللي كانت شبه مستحيله بقت دلوقتي بسهوله جدا، ببذل مجهود، بتحرك، بشوف شغلي، وده كان اهم حاجه عندي، كنت متعطله عنه جدا. من ناحيه الاكل وحياتي عموما، لا، الحياه اختلفت خالص. الاكل باكل اقل كميات اكل، طبعا بحس بالشبع، وفي نفس الوقت نزولي نزول مش مضر ليا. في نفس الوقت مش حاسه بالنزول، مش حاسه بمعاناه، مش حاسه بالاكتئاب اللي هو كنت بحس بيه اثناء الدايت. فلا، انا يعني بشجع كل انسان متردد في موضوع العمليه دي، لا، اللي هي قرار مصيري بيحول حياتك 360 درجه لحياه ثانيه خالص. فشكرا، شكرا لدكتور هيكل، شكرا على اهتمامه بكل الحالات اللي بتخضع لاي عمليه، يقدر لاي عمليه ليهم. متشكره جدا، وبجد انت اسعدتني واسعدت ناس كتير، وشكرا لفريق عمل الدكتور هيكل كله. دكتور هيكل محمود، بس بحب اشكر هدى على الفيديو الجميل، ودي رساله لكل الناس بتشجعهم طبعا، وده شيء مهم جدا.
اهم حاجه المتابعه. سالتك اخيرا على موضوع انه هي يعني شكلها لا مترهل ولا نضاره البشره، شكل الشعر، الترهلات، كل ده بيعتمد ان احنا نمارس اي نوع من انواع الرياضه بعد العمليه، ان احنا نشرب ميه بكميه كبيره جدا. قد ايه الفايده بتاعتها في تحسين الشكل ونضاره البشره وتحسين حاله الشعر وعدم وجود ترهلات بعد العمليه، ونظام صحي طبعا بنقول عليه بقى، وناكل خضروات كتير وناكل فاكهه كتير، ونبعد طبعا عن الحاجات زي النشويات والسكريات على قد ما نقدر. دكتور هيكل محمود استشاري جراحات السمنة والمناظير، بشكر وجود حضرتك معايا، بشكرك شكرا جزيلا، بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.